الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وتابعي قناة عرب دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في أوقات كثيرة نتساءل، لماذا الأمور معقدة؟ لماذا الأمور فيها حالة من حالات العسر؟ ونسأل الله عز وجل ونقول يا رب يسر لنا الأمور، يا رب فرج لنا الكروب، ولم نتساءل أليست هناك أسباب ربما أدت لهذا؟ أليست هناك أمور نحن نقوم بفعلها تكون سبباً في تعسير أمور حياتنا؟ هذا يشكو منه الصغير والكبير، يشكو منه العالم، يشكو منه الجاهل، جل الناس يشكو منه الحاكم، يشكو منه المحكوم. لماذا في حالة من حالات التعسير؟ ونحن إذا أردنا أن تكون هناك إجابة على هذا السؤال، فالأولى أن نبحث ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا. يعني لماذا الأمور معسرة ليست فيها يسر؟ وحينما أسأل الله عز وجل أعلم أن الله سيجعل بعد عسر يسرا، ولكن طال الأمر وطال الأمد، ونفكر كثيرا للبحث عن هذا. وأنا هنا لا أتكلم عن قضية تعجيل إجابة الدعاء خالص، لا أتكلم على هذه المسألة، إنما بالفعل الحياة فيها حالة من حالات التعقيد. ما السبب؟ عدة أمور. السبب الأول، وليس هذا يتعلق بالتنظير، هو واقع. السبب الأول هو البعد، تمام البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. لا نريد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا، لا نريد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وشرعة النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بأمورنا ومعاشنا وحياتنا، لا نريد. الرجل الذي تمشي ابنته متبرجة أو زوجته لا يريد أن يسمع شيئا عن العفة، لا يريد أن يسمع شيئا من القرآن، كقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لا يريد أن يسمع هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا الكلام ينقص عليه حياته. فلما أبى ولما ابتعد عن هدي عليه الصلاة والسلام تعسرت الحياة، هو أعرض. إذن نحن في حالة من حالات البعد عن هدي عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا نتساءل هو الأمور متعسرة ليه؟ طيب ابحث عن الأسباب. السبب الثاني، لا تتعسر الأمور في الغالب، أيها الإخوة، إلا لمن كانت حياته فيها نوع من أنواع الالتواء. شخص غير سوي معتدل، يعني لا يصدق في شيء، تخاف أن تتعامل معه في شيء، هو في كل أموره عنده حالة من حالات الالتواء. وهذا أيضا يتعلق بالشرط الأول، قضية مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عبد الله بن أبي السرح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بقتله، وجاء به عثمان بن عفان وكان أخيه في الرضاعة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر لأصحابه، فلما قام وبايعه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أنتوا شفتوني امتنعت عن بيعة الرجل، يعني لماذا لم يقم أحد منكم بقتله؟ لأن النبي أمر بقتله ولو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة. يبقى إذن كان الأمر واضح جدا. فقالوا له هل أشرت إلينا بعينك؟ يعني هل أومأت إلينا بعينك؟ فقال ما كان للنبي أن يكون له خائنة وعين. مسألة واضحة. طيب الإنسان الذي يعيش في حياته عنده التواء في كل شيء، هل هذا يسير على هدي عليه الصلاة والسلام؟ طب مثل هذا أموره لا تعقد. الأمر الثالث، حب الدنيا والتمسك بها. إنسان يحب الدنيا ويتمسك بها، إذن الذي يحبها ويتمسك بها هو حريص على البقاء فيها،
ويتبع اليهود من أحفاد القردة والخنازير في مثل هذه القضية، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. لماذا؟ هو متعلق بها، يحبها، يخاف أن يتركها. إذن إذا أحبها ولا ويخاف أن يتركها، إذن سيفعل كل شيء وسيسلك كل باب وكل طريق ليصل إلى ما يريد من الدنيا، سواء كان حراما أم حلالا. إذن مثل هذا لابد أن تتعسر عليه الحياة. رابعا، الجهل بعواقب البعد عن هديه عليه الصلاة والسلام دنيويا وأخرويا، لأن المخالفة إنما يقع من خلالها في الدنيا بلاء، وفي الآخرة كذلك عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه البلاءات هو تعسير الأمور، هذا أمر واضح جدا. إذا لا يتركه الملك جل جلاله على هذه الحالة، لابد أن يعاقب في الدنيا. 5، من ضمن الأسباب ضعف الإيمان وقلة الديانة، تكون سببا في تعسير. إنما الإنسان لو كان مؤمنا وارضى بقضاء الله وقدره لا يشكو ولا يجزع ولا يقنط، يعلم أن الأمور كلها تسير بأمره سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء في الكون عن إرادته سبحانه وتعالى. أما ضعيف الإيمان أموره معسرة، ليس لا يجد في طريقه تيسيرا. 6، كثير المجالسة لأهله وأصحابه المتشائمون والمتعسرة حالهم كحاله، لأن اللي زي ده لا يصاحب واحدا من المؤمنين من الصالحين. فمن الأسباب مجالسة من كان على مثل حالك في الضعف والهوان والمعاصي. 7، وهذا من أعظم الأسباب، سوء التربية. ليه؟ لأنك ستجد في حياتك عقبات كثيرة جدا. هذه العقبات هي التعسير في الحياة، من أسبابها قضية التربية، ودي مسألة يجب الدندنة فيها طويلا. باب التربية النهاردة باب عظيم جدا، إذا أردنا أن نتحدث فيه فهو أمر جلل، عايزين نتكلم فيه بقى بخطوط عريضة جدا، وبعدين نبدأ نفرع من خلالها كيفية علاج هذه البلاءات الواقعة في عصرنا هذا. سوء التربية. 8، تزيين الشيطان له، شيطان كثير التزيين له وهو يسير على هذا التزيين، يقول له طب انت حالتك متعصرة في الأمر ده، لا سيب ده وخش في غيره، ويكون ايه حراما، كما قال تعالى وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يقول ايه لا طب هعمل المرة دي وخلاص هتوب ومش هعمل حاجة تانية. هذه حالة بني إسرائيل أيضا، تزيين الشيطان. 9، ضعف أواصر المحبة، لأن المسلمين لو كانوا على قلب رجل واحد ورأوا بعض الناس في حالة من حالات العسر لقاموا بتفريج الكربة عنه، لكن هذا الذي وقع في الكربة لو كان يفرج عن الناس سابقا لرزقه الله عز وجل بمن يفرج عنه. إذن ضعف أواصر المحبة بين المسلمين. 10، من هذه الأسباب وهذا ما أختم به، قلة المربين والموجهين المخلصين لمن يقع في حالة من حالات العسر. الذي يتعسر مثلا في قضية مال وما شابه، ولا عنده مسألة أخلاقية وما وغير ذلك، ليس حل القضية في دفع مال، إنما حل القضية في أن تعالج في رأسه، حل القضية أن تعالج في فكره وعقله، حل القضية أن تعالج من خلال قلبه ابتداء، ثم بعد ذلك تعالج بالأمر المحسوس المادي الذي يرى. فهؤلاء قلة، أين هم الآن؟ لذلك مثل هذه الأمور لو كانت متوفرة فاعلم أنك أنت سبب في تعسير أمورك هذه. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم، إنه لذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.